واخيرا ليفربول يحسم صفقه الموسم في نص الملعب. مكاليلي ليفربول وصل يا جماعه، بعد ما يفشل ليفربول في التعاقد مع موسيس كايسيدو وروميو لافيا والاثنين يروحوا تشيلسي، يفاجئنا كلنا ليفربول في صفقه من العيار التقيل، صاحب ال 30 سنه الياباني واتارو اندو. اندو بدا مشواره في الفريق الثاني النادي شونان بلمر الياباني، وفي سنه 2010 تصعد للفريق الاول، وبعد اداء مميز يشتري نادي ريد دايموندز ويكسب مع دوري ابطال اسيا، وفي 2017 يروح على الدوري البلجيكي، وفي 2020 يطلع على شتوتغارت باقل من 2 مليون يورو. وبسبب اداءه وانضباطه مع الفريق، المدرب بيخليه كابتن الفريق ساعتها. معروف في اليابان بلقب ملك الالتحامات، وده بسبب ان مفيش لاعب عمل التحامات اكتر منه في الدوري الالماني. ومش كده وبس، لا، اندو اكتر تاني لاعب كسب استحواذ لفريقه، واكتر تاني لاعب عمل تاكلينج بشكل صحيح. واندو كمان متعدد المراكز، ممكن يلعب في خط الدفاع، ممكن يلعب مدافع، ممكن يلعب ظهير كمان، وده بيوضح لنا سبب اهتمام ليفربول باللاعب. وبالنسبه ليه بنقول عليه مكاليلي، ده بسبب ان مكاليلي جه تشيلسي وهو عنده 30 سنه زي اندو دلوقتي. والسؤال هنا، هل فعلا دي الصفقه اللي هتنقذ ليفربول وهيبقى مكاليلي جديد في الدوري الانجليزي، ولا هيكون زي ارثر ميلو اللي في موسم كامل لعب 13 دقيقه بس؟